موسى للعمل معا لتحقيق تعافي غني بالوظائف وتشاركي ومنصف ومستدام لبناء مستقبل أفضل للعمل لمعالجة الأثار الاقتصادية والاجتماعية بجائحة كورونا، وكمان لتنسيق الجهود بشأن التوصل الأفضل أو التوصل لأفضل السياسات لبناء مرحلة ما بعد تفشي الجائحة. يا رب نوصل لهذه المرحلة. واستعرض السيد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة أمام المشاركين في القمة ما اتخذته الحكومة المصرية من تدابير وإجراءات لدعم أصحاب العمل والعمال ومساندتهم حتى يستطيعوا التغلب على تحديات الأزمة ومعالجة أثرها، مشيرا إلى أنها قدمت تسهيلات عديدة لأصحاب الأعمال لضمان الحفاظ على استمرار العمل بها. عايز حقيقة أتكلم عن هذا الرجل النشط السيد الوزير محمد سعفان. أنا قلت الخبر خلاص، لكن هذا الرجل بيعمل بجد وبجهد شديد منذ أن تولى المسؤولية من اليوم الأول في أول تشكيل وزاري جي فيه. وزارة القوى العاملة المصرية بقت وزارة بشكل مختلف، وزارة بنشوف مفيش مواطن مصري، خلي بالكم، بكل مشكلة بره مستحقات مالية ولا غيره إلا ونلاقي المستشار العمالي دلوقتي بيسعى. أنا بشوف أخبار بتنشر إن وزارة القوى العاملة رجعت للمواطن 100,000 جنيه. البعض بيبص للخبر إيه 100,000 جنيه؟ هو ده محتاج بيان ولا محتاج كلام؟